في كل يوم أربعاء راح يكون معنا فقرة مرتبطة بالمرأة وإنجازات المرأة. أهلا أستاذة مي الحجاج، أهلا ومرحبا فيك. وبالبداية هنتكلم عن حقيقة بالفعل نجاح المرأة في تقلد المناصب الخاصة والحكومية. الحمد لله الحمد لله أنها عايشين إحنا في دولة فيها ديمقراطية اللي عطت الفرصة للمرأة أنها تتقدم، والمرأة الكويتية أثبتت جدارتها في المناصب اللي خذتها، إن كانت في الجامعة كأستاذة في الجامعة أو كمهندسة أو كمعلمة أو كرياضية أو كفنانة، فالمجالات الكثيرة افتحت لها الفرصة أن هي تبرز وتثبت وجودها. نعم، أيضا أستاذة مي، هل بالفعل القوانين تساند المرأة الكويتية؟ وهل هي يعني سيان مع الرجل أم لا؟ قوانين الكويت من ناحية قانون العمل تساند المرأة. نعم. فهي عطتها كل الفرص وكل المجالات إن هي تقدر تتبوأ مناصب. أنا برأيي إن التحدي هو مو من الحكومة أو من القوانين، ولكن التحدي يأتي من أماكن العمل. نعم. فهذه اللي هي تواجهها. لازم يكون في هناك هيكلة أو آلية معينة في أماكن العمل اللي تسمح للمرأة أنها تنجز وتصل إلى مراكز عليا. نعم، يمكن في سؤال أيضا في عليه علامات استفهام، وهو يعني المرأة لا تدعم المرأة، يعني خلينا نقول ما توقف معها، ما تساندها مثلا، أو يكون في باب نوع من الغيرة يعني شوي ممكن بهالموضوع. أنا لا أعتقد أبدا. نعم. أن المرأة لا تساند المرأة، المرأة تقف مع المرأة، المرأة تحمي المرأة، والمرأة تساند المرأة وتمسك بيدها عشان توصلها إلى المكان اللي هي محتاجة إلا توصل له. أنا أعتقد أن المرأة عندها التطلع للوصول وتحتاج من يرشدها. فعندنا إحنا نساء ناجحات كثير اللي في بالبنوك مثلا، مسؤوليتهم هم أنهم يكونون مثل منتورز، مرشدات لهم. فأنا أعتقد أن المرأة تساند المرأة، وأكبر دليل على كذي المجتمع المدني النسائي. نعم. لما طلع تقرير البنك الدولي اللي حط أن الكويت من أدنى الدول من ناحية تمكين المرأة الاقتصادي، وقعنا بيان للتمكين الاقتصادي للمرأة. نعم. والبيان هذا بين إلى المجتمع أن إحنا كجمعيات نسائية نقف مع جميع الفرص وإعطاء جميع الفرص لجعل المرأة جزء فعال من بناء المجتمع. نعم، أيضا يمكن بالآونة الأخيرة شفنا يعني كثير من الإنجازات صراحة للمرأة، يعني الواحد يفتخر فيها ويتشرف فيها. وهل بالفعل المجتمع الكويتي قدر أن ينسجم مع المرأة متطلباتها، يعني خصوصا لما تقلدت المناصب حقوقها؟ المجتمع الكويتي ينسجم مع المرأة وعملها، وأكبر دليل على كذي أن وصولها إلى المناصب اللي وصلت لها. نعم. هناك بعض التحديات اللي قد تواجه المرأة، ولكن المهم أن هي عندها الفرص أنها توصل للأماكن اللي تبي توصل لها. انسجام المجتمع يتطلب تغيير في البنية التحتية وعقلية المجتمع، بس أنا أعتقد أن هنا التغيير صاير، وأن المجتمع متقبل فكرة المرأة أنها تكون في مراكز قوة. فعندنا السفيرة، عندنا السباحة اللي سبحت في الأولمبيكس. نعم. عندنا كثير من الأمثلة اللي موجودة اللي أيضا القاضية. نعم طبعا، والحين أنا بغيت أقول هني الكويت على وصول المرأة كقاضية. نعم. فطبعا كل هالأشياء اللي كانت تعتبر تحديات لاحت مو موجودة. نعم. فهذا دليل على أن المجتمع تقبل وجود المرأة في أماكن المناصب العليا. نعم، دام تكلمنا عن عقلية المجتمع، ودي أنتقل أيضا يعني إلى عقلية الرجل. هل هناك أستاذة مي معوقات ثقافية خصوصا في عقلية الرجل الكويتي لدعم المرأة؟ أنا أعتقد أن ما في مجتمع يقدر يزدهر إذا لم يكن هناك تعاون بين الرجل والمرأة. إذا كنا نبي نبني وطن متكامل ديمقراطي، يجب على الرجل والمرأة أنهم يتعاونون مع بعض. العقليات تتغير. نعم. ما أدري إذا شفتي مؤخرا كان في فيديو طلع الأب اللي رايح المطار ويغني بالفعل عشان بنته اللي توها متخرجة من الجامعة. نعم. يعني هذا انتشر شيء بمواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط. بالفعل. فهذا دليل كبير على أن المجتمع قاعد يتقبل أن البنت تسافر برا وتأقلم. طبعا.
وتأقلم، وهذا شيء مهم جدا. يعني وجودك أنت هنا كمذيعة في التلفزيون، أنا وجودي كامرأة ناشطة في أمور المرأة، إحنا دليل على أن المجتمع تقبل وجود المرأة في أماكن قد تعتبر قبل 30-50 سنة غير يعني مسموح لها. نعم بالفعل، وهذا التغيير هذا اللي لامسناه بالفعل، يعني يمكن من خلال تقلدها للمناصب، وهالشيء يعني جدا جميل. أكيد أيضا أستاذة مي، كيف تقيمين أداء التمكين لدى المرأة الكويتية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي؟ مع الأسف الشديد المرأة الكويتية الآن من ناحية وصولها إلى مناصب عليا في القطاع الحكومي المرأة وصلت إلى 14%، يعني المناصب الإدارية في القطاع الحكومي بس 14%، وفي القطاع الخاص 18%، فالمشوار طويل. ولكن إحنا كجمعية وكمجتمع مدني قاعدين نشتغل على طرق اللي نقدر نوصل المرأة، فعندنا مشروعين الحين اللي إحنا شغالين عليهم. المشروع الأول بالتعاون مع المجلس الوطني، لا مع مركز دراسات المرأة وال اسمهم المهم نعم. مع الأمم المتحدة، إن نحاول إن إحنا نوقع على نخلي الشركات توقع على مبادرة تمكين المرأة، نعم، اللي هي Women's Economic Principles. هذه مبادرة من الأمم المتحدة اللي تركز على تمكين المرأة، نعم. فإحنا الحين وقعنا تقريبا، حصلنا على 30 شركة بما فيها كل البنوك وفيها كل شركات الاتصالات تقريبا اللي موقعين عليها، اللي هي تعطي فرصة للمرأة للتمكين للوصول إلى المناصب والترقية والحصول على فرص أعلى. نعم. المشروع الثاني اللي احنا شغالين معه هو مع الانترناشنال فاينانشال كونسلتنتس اللي هي تابعة إلى البنك الدولي، اللي تعطي الدورات التدريبية للمرأة للحصول على شهادة تميزها للحصول على مراكز في مجالس إدارات الشركات. نعم. فهذا هي الطرق اللي احنا قاعدين نحاول ان نعطي المرأة الفرصة عشان نكمل الأهداف المستدامة اللي الكويت وقعت عليها ورؤية الكويت 2035. نعم، أيضا يمكن المرأة واجهت بعض الصعوبات، لو نتكلم شوي عن العادات والتقاليد، يعني هم كان في هجوم لابد يعني اتجاه المرأة خصوصا في بعض يعني تقلدها للمناصب في بعض الإنجازات، فكان في هناك يعني ردود أفعال، منها كانت ردود أفعال شوي سلبية أن المرأة يعني شلون عاداتنا وتقاليدنا وما يسمح لها بهالموضوع هذا، أما البعض الآخر طبعا كان بالعكس يشيد عليها وكان يعني يدعمها وكانت ردود أفعالهم إيجابية، فشو قدرتي تلامسين أيضا يعني هالردود هذه، خصوصا يعني بما أنك أستاذة مي موجودة في هذا المجال ودائما تدعمين المرأة؟ ما في مجتمع يخلو من التمييز اللي موجود ضد المرأة أو ضد أي شخص آخر. إحنا نحاول إن إحنا نرتقي ونحاول إن ما نهاجم المرأة، يعني نكون في هجوم، يعني إذا بنتكلم عن العادات والتقاليد في البعض لا زال شوي عندهم يعني خلينا نقول هالموضوع هذا. طبعا يعني مهما يكون احنا مجتمع محافظ، نعم، فما قلنا ان احنا لازم نتحدى جميع التقاليد والعادات اللي موجودة، بس على الأقل لازم نعطي الفرصة للمرأة ان يكون عندها المجال. يعني الكويت سمحت للمرأة في الأربعينات انها تروح تدرس، وعطت المرأة حق انها تروح للابتعاث، نعم، وتكمل دراستها وتحصل وظيفة. هذه كلها إيجابيات ساندت وجود المرأة في مكان العمل. ما نقدر الحين نرجع لورا ونقول لا ما يصير المرأة رح تكمل دراستها برا. بالضبط. فإحنا نحاول إن إحنا نوعي المجتمع بطرق إيجابية وإبراز القصص الناجحة. يعني لما يكون انت عندك قدراتها ايضا. بالضبط. وبعدين احنا مجتمع دائما نتكلم عن المساواة، ديمقراطيتنا دستورنا كله يتكلم عن المساواة، فلازم نعطي الفرصة للمرأة كما نعطي الفرصة للشباب وللرجال انهم يعني يكملون الحلم مالهم انهم يوصلون الى مراكز. والفكرة ان احنا نرتقي في مجتمع، يعني هذه الهدف الاساسي، ان المجتمع يكون معتمد على نفسه، العائلة تكون معتمدة على نفسها. نعم، كل الشكر لك أستاذة مي الحجاج على وجودك معنا، يعني بالفعل حوار كان جدا ممتع. طبعا أستاذة مي الحجاج رئيسة جمعية سوربت مس الكويتية، قلتها صح الكلمة لاتينية عدل يعني وطبعا ما هو الأفضل للمرأة. أيضا مشاهدينا لدينا جولة لبرنامج بعد السادسة برفقة الهيئة العامة للغذاء وجولاتهم الرقابية في السوق.